It was a little girl afraid. Why so afraid? <laughs> right away, so afraid, all alone. They want her. Don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping. It told her, Don't you worry, dad. All تقريبا وقت الدواء اتأخر مش قادرة اتحرك هنده نورة مرات ابني تساعدني نورا نورة نورا نورة يا ساتر اوف كل شوية نورة نورة أنا بكرهها بجد، ست مشلولة وقرفانة ومش عارفة تعمل حاجة ومبتعرفش تتحرك، وأنا بس اللي بفضل بروح أعمل لها كل حاجة، وفي الآخر قال إيه؟ عشان إنتي مرات ابني إيه يا حبيبتي، أنا أصلاً مش عايزة أبقى مرات ابنك بسببك إنتي، يا ساتر بجد بإيه تكره محمد بسببها؟ عيل يا نورة عيل ايه استنى يا نورة جاية، ست باردة قوي حبيبتي عايزة إيه؟ هاتيلي دواء بس معلش ليه مش انت بتعرفي تتحركي بالكرسي ما انا معلش بس مش قادره اتحرك ما انت عارفه ان ابنك جايب للكرسي كرسي ودافع فلوس قد كده عشانك عشان حضرتك تتحركي بالكرسي معلش اوف بقى انا ما اعرفش ليه ابنك سايبك عندنا لغايه دلوقتي يعني المفروض ابنك داير ميكي في اي دار ايتام ولا حاجه بجد انتي مبوظه حياتنا مش ملاحظه ان انتي على طول مبوظه حياتنا امشي امشي قولي لي الدواء يا بنتي اوف بقى ليه مش عندك ايد تمدي ايدك كمان وتاخديه؟ معلش اصل بعيد قوي عليا اوف بقى اقرفيني إيه اقرفيني إيه بقى دايما خدي مش عايزه كمان كوبايه ميه هو ايه هو انت كمان بتطلبي هو انت ليه بتضحك قوي كده انت مش حاسه ان انت بتعامليني ازاي ده انا مرات ابني ايوه مرات ابني ما انت المفروض انت اللي تخدميني انت ايه اللي انت بتعمليه ده ازاي انا عجوزه اوف عجوزه ده مش عارفه تتحركي ومش بتعرفي تعملي حاجه وسعي كده الطريق انا اللي دايما مقروف وانا اللي دايما تعبانه وانا اللي دايما بجيب لها الحاجات وفي الاخر يقول ان انا اللي مش كويسه بعد ايه مش كويسه يعني مش فاهمه وابنها ده بجد هو اللي قرفنا في حياتنا وهو اللي جايب مامته عندي عشان تقعد تقرفني امتى بقى يجي من الشغل وهو اللي ان مامتك مضايقاني انا خلاص الفكره اللي في دماغي بقى لها كام يوم دي هعملها انا بجد تعبت جدا منها وعشان انا ما بخلفش يعني فقرفني وجايبينها عشان عارفين ان انا مش هحمل مثلا فبقى خدي يعني بجد يا ريت حضرتك تخلصينا بقى وتبطلي طلبات كده للنهارده خلاص مش هقول لك طلب يا ريت يعني حضرتك طلبت طلبات كتير قوي ما بقى اخد الدواء انا ما اقول الكلام دوت اللي هي بتعمله علشان ابني ما يعملش خناقه ومش عايزه ابوظ البيت بتاع ابني فما برضاش اقول له الكلام ده لو عليا همشي دلوقتي حالا بس انا ما بقدرش اتحرك ولا امشي يا ترى الاكل ايه لان انا جعان جدا دلوقتي ديك. ايه ده يا ماما انت لسه ما خدتيش الدواء ولا ايه ومالك شكل مضايق ليه اه لا مش مضايقة مش ده مش ضايق انا بس كنت تعبانه شويه ايه ده هي نورة ما بتساعدكيش في الدواء لا لا يا حبيبي بتساعدني وانا جدا مبسوطه منها متأكدة يا ماما ولا ايه اه ايوه ايوه انا بس هاخد الدواء آه طيب ماشي امال آه في نور فين نورة اه جوه اه طيب ماشي خدي الدواء ماشي ماشي ما تخليش عليه حاضر نورة ايه الاخبار عملت الاكل ولا ايه اه اه الاكل على النار اهو ماما انت قاعده هنا ليه ما فيش أستا تعبانه شويه انت مش عارف بقى انا طول اليوم بجد ببقى تعبانه جدا مع مامتك وبساعدها وانت عارف اه انت عارف طيب بجد ربنا يخليكي ليها ما انت عارف مامتك بجد متعبه ازاي في البيت ده يعني انا مش قصدي حاجه اه انت بتساعديها يعني ايوه قصدي انها فعلا بتعبني جدا لان هي يعني انت عارف ان مسؤوليه مم. كبيره ايوه, أيوة. و... فعلا وتعب كتير يعني ايوه ربنا يكرمك ويخليكي ليها ايوه بس يعني هي تعب كتير مثلا مم. عملتي اكل يعني اه عملت اكل اه طيب الاكل فراخ مشويه تمام ماشي مش, آه... مش عامله حسب مامتك يعني ايه الفراخ كانت قليله في التلاجة فطلعت الصراحه مش هتكفي لا انا متاكد انا هك... كنت جايب كميه محترمه يعني طب بقولك خلاص خلاص ما دام عملتي اللي عندنا آه... انا انا هاسم مع ماما انا هاسم بتاعتي مع ماما هتقسم بتاعتك انت مع مامتك ايوه ايوه قصدي يعني <applause> طيب تمام طيب. تمام مفيش مشكله بالهنا والشفا اه بقول لك يا ماما النهارده الاكل هيعجبك هيعجبك جدا ايه ده بجد يا حبيبي اه ايوه ايوه اه محضرين لك مفاجاه في الاكل يعني أو جد؟ اه بجد ايوه ايوه هتعجبك <applause> انا بجد مش عارفه ليه ما فكره كده اخلي بيها الست دي تمشي من البيت هو في حاجه كده في دماغي انا ممكن اعملها بما ان محمد ما يعرفش ان انا مش بخلف مثلا ففي فكره كده جت في دماغي مش عارفه ابداها ازاي ولا امتى ولا فين بس اعتقد ان هي دي الفكره الوحيده اللي تقدر تخرج الست دي من بيتنا وتظبط حياتنا بقى وحياتنا تبقى تمام عشان بجد ستي هي الوحيده اللي ايه عارفاني في عشتي كلها وبوظ بيتي كله يعني بجد اتخيل اتخيل البيت كده من غيرها هيبقى تحفه بجد انا لازم اخلص من الستة دي زي ما قلت بس ايه يعني برضو مش عايزه اتسرع بالفكره اللي في دماغي ممكن اخد راي واحده صاحبتي الاول وانا بكره في النادي مش عارفه هفكر يا لهوي الفراخ اتحرقت احسن هخليها القطعه دي بتاعتها مش مشكله يعني أنا هقسم الأطباق لها هي القطعة دي كده كده محمد مش هياخد باله يعني أكيد روح أنبهلهم بقى ولا أغرف الأول ها يا ماما كده على كويس؟ آه آه أيوة كويس طب يلا عشان ناكل يلا اقعد بقى خلوني لكم فين هي اه دي أيوة يلا خد الفراخ يا الهنا والشاي أيوة أيوة يلا إيه ده؟ ده شكل الفراخ بتاع ماما غريب أكيد نور حلقتها من غير قصدها ماما أه. وريني كده طبايك ايه يا حبيبي في ايه؟ هشوف حاجة بس ماشي خد روحي كده معلش يا نورة هاتيلي ميه ايه في ايه؟ هاتيلي ماية طيب طيب تشت فجأة كده مش عارفة هو في ايه؟ خد ميه اهي يلا طيب بقى مش. اه ايه ده هو الاكل مش عاجبك ولا ايه ما تاكلوا اه لا انا هاكل اه لا ما كنا مستنيينك يعني ما تاكلي يا طنط اه حاضر اهو يلا الحمد لله خلصنا اكل آه كل واحد بقى يشيل طبقه معلش عشان انا النهارده تعبانه جدا اه طيب مفيش مشكله حاضر انا هشيل بقى طبقي لا يا ماما خليكي انت لا لا هشيله خليك انت طيب انا النهارده ماما اجازه وهعملك اي حاجه انت عايزاها وانتي كده تمام بقى ولا ايه؟ خدتي كده الادوية خلاص؟ ايوه ايوه خدتها كلها. لو احتجتي اي حاجة النهاردة يا ماما اطلبيها مني انا عشان نورة تعبانة شوية. ماشي يا حبيبي. او قالتلي كده يعني معرفش. المهم اطلبيه مني انا. ماشي. طيب تمام. عايزة حاجة؟ لا لا. طيب تمام انا هقعد بره. ايه يا نورة بقيتي احسن ولا ايه؟ محمد بقولك ايه؟ بصراحه كده في طلب كنت عايزه اطلبه منك أه عايزه ايه يا نور هو يعني طلب رخم شويه انا عارفه أه ايوه ايوه عايزه ايه يعني ما ينفعش ما ينفعش ت... ت... تمشي مامتك يعني وتوديها دار مسنين معلش ايه ايه اللي انت بتقوليه ده يا نور إيه انت عايزاني اعمل ايه آه. يعني بص ما تفهمنيش غلط ما تتعصبش بس وما تزعلش اسمعني الاول يعني انت عارف ان انا بقالي خمس سنين بخدم مامتك عادي وانا بحبها جدا وعمري ما ضايقتها وعمري ما زعلتها وعمري ما عملتها حتى وحش وانت عارف كده واكيد متاكد ولا ايه ايوه ايوه بس ليه بتقول كده اصلا وحتى مامتك بنفسها بتقولك ان انا بعملها حلو بس انا دلوقتي تعبانه جدا 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 لو طيب وهي علقت كده ان هي تمشي أه خليها قاعده معانا اه هقول لك اصلا الصراحه عامله لك مفاجاه اصلا يعني امبارح بالليل أه كنت تعبانه والنهارده الصبح رحت عند الدكتور وعرفت ان انا حامل اخيرا ايه حامل بعد خمس سنين و... وعشان كده يعني كنت بطلب منك انك تمشي مامتك عشان انا مش هقدر خالص اتحرك ولا اخدمها في الفترة دي ولا انت عايز تخسر البيبي كمان مش معقولة يعني اكيد اكيد انت هتبقى حاسس يعني ان انا مش هقدر اتحرك وان انا هبقى تعبانة جدا في الفترة دي وخصوصا يعني انها اول مرة يا محمد بس ازاي يعني اوديها دار مسنين ما ينفعش على الاقل بس حد هياخد باله من الناس التسع شهور دول التسع شهور دول بس وبعدها ترجع تقعد معانا عادي جدا وهشيلها فوق راسي زي ما انا كنت شايلها فوق راسي لا انا ما اضمنش ان ان امي تكون مستريحه في التسع شهور دول لا طبعا اكيد هتلاقي ناس بتخدمها عدل ومش هنوديها اي دار يعني آه آه ايوه بس هتنام في حته مش مطمنه ليها اصلا لا طبعا ما احنا هن... هنوديها لدار مسنين نضيف جدا انا امبارح طول الليل ما نمتش عشان بدور لها على مكان كويس جدا آه خلاص يا نور آه أنا هشوف الموضوع ده آه طيب بس بسرعة بقى ماما آه أنا جيت من بره آه معلش يا نور ادخلي جوه دلوقتي اه عشان آه عايزة أقول لها حاجة عن إذنكم عن إذنك يا طنط سلام يا حبيبتي آه في حاجة؟ كنت عايز أكلمك في موضوع إيه هو يا حبيبي؟ ما أنا حجزت في فندق نضيف جدا و وهيعجبك جدا وهتقعدي فيه لم لمدة فترة قصيرة إيه ده ليه يعني؟ فندق أنت قصدك دار مسنين؟ إيه؟ ليه بتقولي كده؟ اصل حسيت ان النورة بتلمح لا ماما بصراحه هي ظروف بس وبعدين هحطك في دار كويس جدا وفخم جدا كل يوم وهابلك كل يوم ما تخافيش بجد بس انت ليك نفس ترميني يا ابني لا يا ماما انا مش هرميك ما تخافيش يا ماما انا مش هسيبك دقيقه بقولك يلا ماما عشان ما نتأخرش لسه ما سلمتش على نورة يا حبيبي ااا آه بتقولي ايه اه جاي اسلم عليك عارفه <applause> رايحه فين اه استوى ااا في ايه يا محمد هو انت مش هتفهمني ولا ايه لا اصبري انت بس بعدين بعدين يا نور اه حصل يا رايحة فين؟ باي باي حبيبتي هو المكان؟ أيوة ماما متخافيش أنا متأكد إن المكان هيعجبك جدا طيب وكمان متأكد إن مش هسيبك دقيقة خلاص يا نورة انتي حامل ما تدعيش نفسك <applause> انت مش حاسس بقالي ثلاث ايام من غير بابا بابا مات انت بتفكر ازاي انا وحشني قوي بابا بابا وحشني قوي خلاص خلاص ما تتعبيش بس بالراحه انا زعلانه جدا علي زعلانه جدا علي <applause> طب هدي بس وانا هعملك اللي انت عايزاه راح مني ما بقاش في حاجة انا عايزاها <applause> انت لسه بتعيطي ما خلاص بقى احمد انا كنت عايز اطلب منك طلب اطلبي انت عارف ان دلوقتي بعد ما بابا مات ماما بقالها شو شويه كده وكل اخواتي هيمشوا يسبوها وماما تبقى هذا لوحدها وانت عارف ان انا مش هقدر اروح لها عشان بيتها بعيد عن هنا فا ايه رأيك ماما تيجي تقعد معانا في البيت بس انتي بتقولي ايه انتي مشيتي ماما عشان مش هتقدري تساعديها ما انت عارف ان ماما مش محتاجة مساعدة زي ما معلش يومين ثلاثة بس وماما تمشي عارف <تصفيق> <تصفيق> خلاص اذا كان يومين تلاتة مش مشكله شكرا شكرا ايه ده يا مامت جت صباح الخير صباح النور صباح النور ازيك يا حبيبي عامل ايه انا كويس الحمد لله ايه آه... في حاجه مالك؟ مال حد بقول لك يا مو. انا تعبانه قوي ممكن ادخل انام؟ اه اكيد انا كده كده محمره الاوضه امبارح الاوضه اللي هتنامي فيها تعالي تعالي فين؟ هي دي هي دي اه ماشي معلش الاوضه فيهاش حاجات كتير مش كويسه قوي يعني بس تقدري تنامي فيها كفايه كفايه كده حلوه عايزه حاجه يا ماما يا حبيبتي لا مفيش طيب تصبحي على خير وانت من اهل هو انتي اديتي مامتك الاوضه بتاعت ماما معلش هما يومين بس ثلاثه وزي ما انا قلت لك معلش يومين اه لغايه ما تمشي تمام ماشي لو يومين مش مشكله الموضوع رخم أوي يعني ايه تمشي ماما وتجيب مامتها هي وتقعد في نفس الاوضه بتاعت ماما صعبات عليا يا ماما ايه اللي انا عملت فيها ده انا يعني ابني وحش جدا وعاق انا غبي قوي بجد ايه ده ايه الفايل الغريب ده ده مين ده ده من المستشفى ايه ده ايه ده؟ دي إيه نورة مكتوب ان هي عمرها ما هتعرف تخلف مكتوب ان نورة مش بتخلف نورة بتضحك عليا نورة بتكدبت عليا اكيد ضحكت عليا عشان انت ماشي ماما اكيد نورة نورة انت اصحي اصحي يا ست ايه ده في اصحي في نورة ايه يا ابني بتشدني من ايدي ليه كده؟ في ايه محمد؟ صوتك عالي ليه؟ ايه ده؟ أبني محمد انت 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 جبت الفايل ده منين؟ لقيته ازاي هات افهمك افهمك اوعي كده في ايه؟ انت لقيته فين؟ نوره بتضحكي على طول الوقت ده انتي قلت لي كده عشان امشي ماما من البيت استنى افهمك الحكايه افهمك الحكايه من الاول انا مش عايز افهم الحكايه اطلعي بره انت ومامتك حالا انت بتتردني ازاي انت ازاي تتردني في هو في ايه انا ما اعرفش يا ماما انا ما اعرفش حاجه هو في انا مش طالعه من البيت ده على فكره اطلعي من البيت دلوقتي أنتي وامك انا مش طالعه وريها تطلعني ازاي ما تقدرش تطلعني من البيت ده اوعى بقولك اوعى وانت يا طنط اطلعي وراه. اطلع وراها انا ما عملتش حاجه اطلعي وراها انا ما عملتش حاجه هطلع وخلاص كدابه انا لازم اروح لماما حالا انا لازم اروح لماما حالا وحشني اوي محمد هو بجد نسيني ولا ايه؟ انا مبسوطه بدم هو مبسوط بدمه مع مراته ايوه ايوه عرفتها آه ايوه ايوه لو سمحت انا عايزه اقابلها حالا اتفضل اهي ماما إيه ابني انت انت جاي تشوفني؟ عن اذنكم ماما انا اسف كده على حصل ده كان سوء تفاهم ايه ايه تعالي معايا ده روح على البيت دلوقتي ايه انت بتقول ايه انا اتردت نورة خلاص من البيت مش هتضايقك تاني ابدا بس هي ما كانتش بتضايق انا عرفت حاجات كتير كانت مخبيه عليا بس مش مهم دلوقتي يلا نروح دلوقتي اه طيب يا حبيبي ايه رايك يا ماما في البيت ده اعتقد ان هو احسن من البيت اللي كنا قاعدين فيه ومش عايزين يعني نجيب سيره اللي كانت قاعده فيه ايوه حلو قوي يا حبيبي ايوه ده احسن صح ايوه انا بقيت فرحانه قوي يا ماما ان انا بقيت معاكي تاني وانا اسف على كل حظ زمان ولا يهمك يا حبيبي وان شاء الله تلاقي واحده احسن منها طب بسرعة انا كنت عايزه اقول لك حاجه ايه ايه قولي بسرعه قبل ما تيجي اصل القرف دي كانت كل شويه بتعذبني واقول لها تعالي اكلين ده وهي بتقولي لا طب <applause> وكانت بتشتمني هي دي اه وكانت بتكذب ومش حامل عصا. ايه ده انت انت بتسمع كلام امك الست العجوزه المخرفه دي عشان <applause> عمت العرب اللي بتاعتك فكره صعب انا اللي عمتك يا حبيبتي ده انت شكلك أعرفه وانا بقف على رجلي اهو, امي اهو, امي اهو امي عميتك انا امي عمتك انا 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 عمتك امشي وبعدين <applause> ما تقلليش اغنيتي يا حبيبي مامتك ستي كدابة ايوه <applause> وعشان كده يعني كنت بطلب منك انك يا رب الموضوع ده لا انا ولا. لو قلت كده هقول كده مالكيش دعوه بالموضوع ده دلوقتي والله بصراحه يا نوره انا اشوف إن مالكيش بقى... دعوه بالموضوع ده بس مالكو مالكيش دعوه انت بس بالموضوع ده روحي انت يا واستريحي مش انتي حامل وانا بقى هروح هي لا بنتي بنتك الكبيره وانا هخدم امي يا قرد بتحركهم ليه قول ايوه وعلشان كده كنت بطلب منك يعني انك تمشي مامتك عشان انا الصراحه مش هقدر خالص اتغلمها ولا اعمل اي حاجه ولا اتحرك انا ما ايش في سيناريو الفيلم مالكش دعوه هو بيقول لا لا يعني ايه يعني ايه ارمي امه عشان ما انا اوه امي كده هو ده السيناريو لا هيرمي امه انا النهارده اجازه وقاعد عندي ايه انت قاعد عندي ايوه لا هقول لا لا اسكت

No, one. No.